استهلت عمدة مدينة جمينة برشيري فاطمة زهرة حنانة دقة زيارتها الميدانية التقييمية لقنوات تصريف المياه بقناة سامرتع الذي يصب في النهر بجوار القصر الرئاسي. وتعرفت عمدة مدينة جمينة على عملية تصريف المياه بهذه القناة، كما لوحظ ارتفاعا قليلا لمنسوب المياه. ومن ثم توقفت العمدة والوفد المرافق لها إلى قناة تصريف المياه بهيئة ردب جمل والفاصلة بين الدائرة الثالثة والسادسة، حيث تقوم شركة أنكوباك في استصلاحها وتوسيعها منذ فترة. ولاحظت العمدة أن الأعمال تسير بشكل جيد. وبعدها عبرت العمدة برشيري فاطمة زهرة حنانة دقة عن انطباعاتها. ونقولك إن شاء الله بسوسي رئيس الدولة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو قام فوق بكيف الحمية، يعني بقول السنة إلا شعبي ما نخليهم الألم تأكلهم. دونك سوى الديك في نيفو هنا نفيم دا الديك هنا الوالية ما جيكين قالي وبي هاي خدمتها هي وبي خدمتها اللي قال نسودا. نقول لك السنة دا كان بإذن الله يمكن ألم ما يأكل الشعب هذا. ومن ثم وصلت العمدة في زيارتها حتى وصلت إلى مقر الشركة المنفذة لمشروع استصلاح القنوات، وطلبت مسؤوليها بضرورة التقيد ببنود دفتر المهام والانتهاء من المشروع في الوقت المحدد حسب الاتفاقيات الموقعة بين الشركة والجهات الممولة لهذا المشروع، بما في ذلك البلدية المركزية لمدينة جمينة.